السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المايسترو سعيد المخ صديق الفنانين المغاربة والجزائريين وفنانين العرب، انت اللي شرفتي على فيديو كليب على الموسيقى ديال اللي صدروا مؤخرا الفنان عادل الميلودي، فيديو كليب حلوفة، قولينا كلمة ديال أولا. السلام عليكم وشكرا للأستاذ الصحفي ديالنا عبدالله رحيوي. بالنسبة للأغنية ديال حلوفة، أنا قمت بالعزف فيها وشاركت في أفكارنا صديق ديالي عادل الميلودي ومع الطاقم الفني ديالنا ديال الاستوديو المحجور ومع الموزع ديالنا أشرف بنصفية. الأغنية كانت زويونة والفكرة كانت بسيطة، ديال كتناقش ديال موضوع ديال الزوج مع الزوجة ديالو، كيتخاصمو كيتصالحو كيمشي كيراضيها وفي النهاية كترجع لدارها. الفكرة كانت بسيطة والأغنية زوينة، اللحن بسيط، اللحن عبارة عن هيت بتوزيع شوية مودرن غربي، وهذا الشيء اللي كان. الأغنية زوينة نالت الإعجاب ديال المشاهدين وحققت نجاحات كبيرة، 6 مليون ديال لي فيو في ظرف 48 ساعة واحتلت الصدارة في طوندونس لمدة 3 أيام والحمد لله. بالنسبة للتعليقات على الصور اللي نشرات قبل ما يتنشر الفيديو كليب، هذوك التعليقات نورمال ضروري، نظرا لشي خاطراكس شويه دوك الصور كانوا اكزاجيري كما كنقولوا، والناس ضروري ما تكريتيكيو، فيما كيكون كريتيك كون التعليق بزاف كعرف الاغنيه ناجحه، هذاك الشيء كيتعلق بالشخصيه ديالها هي. اما الاغنيه كموضوع راه اغنيه زويونه وعجبت الناس. قولي لنا كلمه في حق الفنان عادل الميلودي. عادل الميلودي فنان مبدع، ديما كيقلب على الجديد، ديما كيسعى للجديد، ديما كيد عنده افكار ديالو، هو كاتب وملحن ومغني في نفس الوقت، ودابا كنوجدو جديد اخر مع فنان رقم واحد في المغرب ان شاء الله، قريب يخرج ان شاء الله. حنا كنوجدو هذا هو الجديد ديال سعيد، الجديد ديال عادل الميلودي مع فنان اخر. لا بالنسبه لسعيد المايسترو شنو الجديد ديالكم؟ انا الجديد ديالي ديما الاعمال الفنيه ديال عادل الميلودي ولا مع فنان اخرين، ديما كنكون معاهم في التوزيع في العزف في الموسيقى ديالي بالافكار ديالي، والحمد لله ديما كتلاقي نجاح. شكرا.